السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525. اليوم شفت سيارة سيلفرادو شاهين التريل بوس، خلينا نشوف ايه اللي فيها من اضافات. زي ما انتم شايفين ما شاء الله السيارة عليها دعمية الشاهين. طبعا احنا كلنا عارفين دلوقتي ان الشاهين دي علامة خاصة بنحمودة للسيارات فقط، زي ما احنا شايفين عليها الشعار الاسود المضيء، دعمية الشاهين باللتات ال دي على الجنبين وفي النص، والتصفيحه تحت عند الجير والماكينه. السياره اللي قدامنا كمان عليها التواير الميكي تومسون، تواير ميكي تومسون طبعا هي احسن انواع التواير باها اللي بتنزل على السيارات الفور ويل البيك ابس، مع الرنجات الفيول الاسود، شعار الشاهين زي ما احنا شايفين على الابواب. عندنا الدواسة كمان عليها شعار الشاهين. شوف السيارة اللي قدامنا دي حاليا، دواسات من الجلد باللون الأحمر، مع السيتات كمان الجلد أحمر مع أسود. شوف كمان السادة كمان، ده الجلد عندنا عليه شعار الشاهين، الستيكر خلفي، السبويلر او الجناح موجود عليها، كاميرتين خلفيتين، كلمة شيفروليه بالاسود على الباب الخلفي. وفي منتج جديد وصل عندنا، هو البيت كوت اللامع او رش الحوض لو حابب تحمي حوض سيارتك بالمادة الأكثر سمكا، وبتنقل شيء تقيل عشان تحمي صندوق السيارة زي ما احنا شايفين، وعليه شعار الشاهين كمان. نبص عليها بصة أخيرة، ما شاء الله تريل بوس مرفوع 2 انش 2020 5.3 V8، طبعا 355 حصان، مع مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. شوفها من الداخل آخر مرة، ما شاء الله جلد عندنا اسمه أولي ليدر، طبعا بيراعي الإيرباجز. تمام، ومعاه سيرتيفيكت أو شهادة وعليه ضمان سنتين. يلا في انتظار اتصالاتكم، اهلا بكم.